بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هذه الشيمة هذه وغنشرحوها هنا، يعني كيفاش غتخرجت الشيمة اللي كانت عندك. هنا عندنا واحد الريغيلاتور دو طونسيون هنا أبيض، هذا بونطونسيون ميتر. عندنا هنا ال ام 386 اللي هو هذا في تمنية الباتس. عندنا مثلا هنا بأين مشى الواحد ام 34 ديود، ومشى اللي هو هذا هذا ديود هنا الشيما، مشى ريجيلاتور دو طونسيون شتيه اللي هو هذا، اللي هو اصلا ريزيستونس 10 اوم. وهنا لتحت لا ماس، من هنا مشى الكورون كونداسور بولاريزي، يعني هذيك اللي فيها البليس ما فيهاش سميتها ما فيهاش المواهنة. شتي هاي يدير بحال عوجة بحال هكا بحال 10 ميكرو فاراد. من هنا مشى للطربة لا ماس ثاني، مشى للجوج الربعة، مشى الكوندنساتور هنايا، وهذا الكوندنساتور من هنا 0.1 ميكرو فاراد مشات للسبعة. وهنا هنا في بليس ديال جلد ديال هاد سميتها كوندنساتور بولاريزي 220 ميكرو فاراد مشات للسيس. من هنا سويتش، نسينا هنا هذا السويتش، هو اللي هو هنا في الشيما راه هو هذا. من هنا البليس ديال لاباتري، ما بونت المون ديال لاباتري مشا سبيكر الباف اللي هو هذا، هو ما صعبتني جمع هنا. ومن هنا هذا كله هذا هنا بليس هنا مشى الكوندنساتور بولاريزي 220 ميكرو فاراد، ومشى لهنايا الكوندنساتور هذه اللي هي 0.47 ميكرو فاراد. ومن هنا مشى لخمسة، ومن الواحد مشى الكوندنساتور بولاريزي 10 ميكرو فاراد بليس، هي يعني ما فيهاش المواد كان هنا مشى لثمانية. نفس الشيما اللي كاين هنا، مثلا هنا هذه لا ريزيستونس 10 اوم، هنا لا ماس، هنا لا ماس، هنا لا ماس، يعني هنا هنا اش كيبان لك هنا، مثلا هذه لا ديود هي دخلت لهاد البوتونسيومتر اسمو كريستال راديو. هنا شيما دان راديو، هنا لا ديود دي هادي هادي هاي واحد ان 34، من هنا جات ومشات لهاد البوتونسيومتر ريغولاتور دو طونسيون اللي هو هذا 10 اوم اللي هي هادي. هنا لا ماس، ومن هنا دابا غنساو هاد الشيء غنشرحو هاد الشيء مرتين. هاي هي طلاب من هنا مشات دخلت لهذا اللي هو هذا 10 اوم ريغولاتور دو طونسيون، ومن هنا مشات للكونداساتور بولاريزي مش نفس الشيء اللي فقدنا ما فيهاش الموتور كيس، مشى لهنا لسميتها مشات لثلاثة، مشات لثلاثة هاد لاماس هذا جا ومشى الكونداساتور 10 ميكرو فاراد، لا ماشي كون مشى ريزيستونس 10 ميكرو فاراد 10 10 اوم ريزيستونس 10 اوم. ومن هاد الريزون شاد في الرجل ديال الكونداساتور 0.47 ميكرو فاراد، ومن هنا البليز ديالها شاد هاد البليز ديال الكونداساتور بولاريزي هاي جات مس سيس. ومن هنا يعني من هنا جات لسميتها هادي فيها 220 ميكرو فاراد، جات السبيكر ديال جات الباف، وما بين الواحد والثمانية كونداساتور هاي فيها البليز فيهاش الموان بولاريزي 10 ميكرو فاراد.
من هنا من هذه الخرجة قلنا يلا ماسه جي ان دي جا خيط جوج شربها مشى الكوندنسور 0.1 ميكرو فاراد ومشى السبعة دو هذا هو مشى ديري مشى سميتو من هنا شد مشى الكوندنسور شتا هاد الكوندنسور بولاريزي 220 ميكرو فاراد مشى شد مشى السيس هما هنا قلنا مشات هاد الزول هادي هنايا شاد هاد الكوندنساتور وهنا كوندنساتور 0.01 ميكرو فاراد السبعة هنا مشات السويتش من السويتش لابوان بيزي لاباري من الموان ديال لاباري مشا الموان ديال السبيكر اللي هو هذا دونك هاد الغرض من هاد سميتو هو كيفاش تقرا الشيما يعني هنا عندك كوندنساتور عندك هنا كوندنساتور هادي فهاد الشيمة هادي هي هادي 220 ميكرو فاراد هادي حركة هي هادي 10 أوم هاد الكوندنساتور هي هادي هاي 10 ميكرو فاراد هاد الكوندنساتور اللي كاينة هنا 10 ميكرو فاراد هي هادي حركة هاد الريزيستونس 10 أوم هاد الديود هي هادي ريغولاتور دو طونسيون وهذا الراديو هي دي بحال الحلقة يشد وهذه هي الحلقة هي هاتي وهذا السويتش هو هذا كونداساتور هنا هادي هي هادي كونداساتور أخرى هي هاتي وهذا الباتري هو هذا في الشيمة والسبيكر هو هذا دونك هذا هو كيفاش شيما ديال سميت عندنا راديو يعني هاد هنايا بينا ومن غادي هنا هو نبين لكم ان هاد الراديو وهاد هاد الريزيستونس ديال بون طونسيون متر ديال سو دو طونسيون هاد لاباتري مع السبيكر هاد لي كونداساتور لي دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد. زين دابا. شو قرب؟ دابا. ستيفن سيجل ياك. والله صعب.